مع كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي. يتألف هذا الكتاب كتاب التلقين من 25 كتابا و 35 بابا. سيجاري أردنا الشرف إن شاء الله ذي المجالس إدي سدون لهذا ربي سبحانه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله، المتوفى سنة 422 للهجرة. نكرر ونؤكد بأن هذا الكتاب يسعى 25 كتاباً بطريقة منهجية استخدم العلماء ذيزيه يستخدمونها، يقسمون الكتاب المؤلف إلى كتب والكتاب إلى أبواب والباب إلى فصول وهكذا، طريقة منهجية. كتاب التلقين يحتوي على 25 كتاباً وكذلك 35 باباً. وكتاب التلقين من أهم كتب الفقه المالكي خصوصاً، ومن أهم كتب الفقه الإسلامي عموماً. ذيو الست كتابين يسعى نزل ذم قرآن ذي الفقه ذي الشرعيف. القاضي عبد الوهاب البغدادي يسعى في كتابين نظم ست كتابين يسعى، والكتاب اسمه المعونة من روائع الكتب، يحتوي على قواعد أصولية قواعد فقهية استثمرها استثمارا حسنا. يعني كتاب المعونة يسعى غزل ذم قرآن، يسعى كتاب وايض اسمه عيون المسائل، يسعى الكتاب وايض اسمه الشرح كتاب الرسالة، شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ونحكي تما شوتيس القاضي عبد الوهاب البغدادي اسمي قال لي روح هذي غر وذي الوقت مثل المحنة ثم قرآن أما كنت ناضي المجلسني عدان يمزورة يقارني ثم عمرين ذي زيك سلحيف ما شمثورة في معمرين سعند كل شيء سعند الطابيان سعند التريسيتي سعند التاويل ولكن طلبة ذي ثم عمرين سابقا يتعبون كثيرا يجتهدون كثيرا الماكلة اللي يأكلوها وما يطيبوها ذين ستسن ثنيثي في سباين لذلك أتصنت كتابين دي هضرنا في قاذن زيه أشوعة سفن على جال ثم سني إلا يمنى اسم عبد الفتاح أبو غدا يخدم كتاب اسمه الصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. عنوان الكتاب قيم، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، يروي روايات ويحكي حكايات نتاع صبر طلبة العلم على التحصيل العلمي. ذي العثاب ذم قرآن ماشي شويط. يسعد كتاب النظم اسمه قيمة الزمن عند العلماء، قيمة الزمن عند العلماء. هذا لو كان بنادم ذي غر التاريخ النغ الشياخ النغ مزورة الطلفان النغ مزورة نعثب نطاس. السيسن القاضي عبد الوهاب البغدادي اسمي يبض القيروان يلوز ويزمالي كما القرية ينس ويثي عاونا ويسي خدم المنحة اون بورس منحة الواقي ابن ابي زيد القيرواني يخدم اس منحة نتسي كمل القرية ينس يجعل ربي السبة باش هذي كملها فريديس ذي ثموسني اسمي فوق القرايه ينس يشرح تكتب في ينس بعدما اتم التحصيل العلمي. ماذا فعل القاضي عبد الوهاب البغدادي؟ شرح
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وتعد عند العلماء من أحسن الشروح. ذنتك شرحا تكتف ابن أبي زيد القيرواني. ثريا مثلا أنكمل ذي المجلس الثاني كتاب الطهارة، أقلاغ ذي الكتاب مزوره كتاب الطهارة. الطهارة معنى يستزدي، طهارة معنى النظافة، معنى التخلص من الأدناس والأنجاس، الأدناس الحسية المادية تزدي، والأنجاس يعني نظام يعني النجاسات. وطبعا الدين النغد وين السوالن ارتزدي، السوالن ارتزدي الطهارة وتزدي، طهارة الباطن وطهارة الظاهر. الدين النغد يسوال ارتزدي أما ذي اللبس النغ، أما ذي الجس النغ، ذي الصورة النغ، أما ذقم كان دار نزل إلى زميلة قديل طاهر، طهارة المكان، طهارة اللباس، طهارة الثوب، طهارة البدن. ثقي الإسلام حريص افتزدي، ولكن ذا حريص على طهارة الروح، طهارة المعنوية. لذلك ربي نادي القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من مريلي أول بمذان سليم، مريلي زدي طاهر، زدي من الأحقاد والضغائن وكل ما هو يعني يسود القلب. وقرني في قبيليث مزديث ولون أذشبحن وذماون، ذا ولد جاني مزورة مزديث ولون أذشبحن وذماون. والحمد لله أن الطهارة يجي ذي الشرعي أسيلي الطهارة الأصلية بالماء، ما يلولاش أمان أن روح الطهارة الترابية وهي البدل. ذي المصطلح الفقهي ثلا طهارة أصلية، طهارة مائية وهي الأصل، وطهارة ترابية وهي البدل، أصل وبدل. فنادم هذه الظل إذا قد يغلوظ، أذ يغلوظ سوامان إما إلا وريفارمان نغيه لك يظل وريزميرارا، أذ يستخدم مان أذ يروح غالبدل. غالبدل ذا شو ذا التيمم. ربي ناد في سورة النساء الآية 43 وفي سورة المائدة الآية 6 فتيمموا صعيدا طيبا. أمان الماء هو الأساس، هو مقوم من مقومات الحياة. ربي ناد في سورة الأنبياء الآية رقم 30 يناد وجعلنا من الماء كل شيء حي أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويناد ربي في سورة الأنفال الآية 11 وينزل عليكم من السماء ماء أي غر ليطهركم به. فجي ذي سورة الأنفال الآية 11 ربي نزل دمان سجين وان سجيني هذا، ولكن هذا ليطهركم به. ذي الله ينظر سورة الفرقان الآية 48 يناد وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا. سورة الفرقان الآية 48 في سورة المؤمنون الآية 18 ربي ناد وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر والحمد لله بقدر، خطر بعد فأسكناه في الأرض، فأسكناه في الأرض فنزدوغ بمان سبحان الله. المياه الجوفية المياه أما أذغز إمذان الفيرد فنوامان العوانصر العيون إن شاء الله همس قوسان
ان شاء الله سكوسه مربوح سكوسه ديال الخير ان شاء الله جهد ومال اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا خطر امان ما يعدى يعدى ثلاث هذه غور امان جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو ذلك ربي مدينا وانزلنا من السماء ماء بقدر اين ينفع عن ثمور اين ينفع عن امذان اين ينفع عن الطجره اذا الاسلام يركز في الطهاره في التزدي والامام القاضي عبد الوهاب البغدادي وجد الكتاب الاول يسيف ذاته كتاب ثيس كتاب الطهاره إناد الطهارة من الحدث فريضة واجبة فريضة واجبة على كل من لزمته الصلاة وهي ثلاثة أنواع ثلاثة يا إما وضوء ما نغلوضو ينزلف وغسل يلميل يرفع الحدث يرفع الجنابة يعني ما ريدو شكل يغتسل من بعد وبدل في ثلاثة أنواع وضوء وغسل وبدل البدل وجد لنا التيمم وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم أكيد نسفهميث مثلا ثلا الطهارة تنصليف سوامان ميل السبا إلى العذر ابند مذي الزال سواشو ست تيمم ذا شو ذي الفقه المالكي من كل صلاة تيمم أم كل تظلف أذي تيمم إما سوكال إما سوزرو إما سرمل أين قلن أزدس أم بعد يهضر غد فين يعنان الوضوء فأما الوضوء ففي ثمانية مواضع ذا شرير إذن يك إن ثنتيد وهي الوجه ذا شرير إذن ذوذم ذا مزوارو وداخل الفم داخل الجيمي داخل القموش ثلاثة وداخل الأنف وما بين الصدغ والأذن وجي دقي أمكانجي ومقارنكا واليدان ويس خمسة إلى آخر المرفق المرفقين يفسن ألما دقي والرأس مسح الرأس أقر من أول الرأس يعني منبت الشعر العادي إلى نهايته ولن تفاصيل ربي مدينة القرآن الكريم وامسحوا برؤوسكم البياقي ذي اللغة العربية ساعة تصل المعاني سي المعاني نس الإلصاق والتبعيض ولذلك مدام ذي تعرف أولا الحرف الباء ساعة تصل المعاني من بعد الفقه الإسلامي يوسع نكون مرة نمسح قرو ما نوسع قرو أكان نمسح أنا في دوسيا من بعد دنوغال أكين خدم ولكن إذا ما توالغ اشتاقي طريقة يجي طريقة مشروعة إذا ما تولد يون يخدم كنكا يسمى كان مقدمة الرأس ذيني جوزا نغادي سرس فوسي سدة السرس في أي موضع في رأسه فوق رأسه الإلصاق التبعيض في قذيك معاني حرف الباء مدام لنت المعاني يمخلفا هذه تكمل الأخرى ذين جوزا لذلك الزمري يقول ذي ولي وايل يخدم الطريقة يجي إلى قد حصول باللي ذين جوز يخدم ولكن كلما يكون التوحيد كلما يكون أحسن كوني المذهب الغالب غورنغ المدرسة الغالبة المدرسة المالكية أما ذا بك يكون التقارب وهذا الذي يجمل يتأكد الشبحة من العبادات النظر هكذا خطر فيه توافق والمدارس كلها محترمة كلها محترمة في كذا كلي وث سوازاليس كلي وث سلقدريس
من بعد الند والأذنان يمزق سيداخل سيبرا إند ظاهرهما وباطنهما أما سيداخل أما سيبرا من بعد ثمانية والرجلان إلى آخر الكعبين من بعد ثرذا إضرا حسنتي فوق سنت ثمانية في قذقي ذين يعني الوضوء ثمانية مواضيع يلقى يعني بنادم إما بين جمع بين الغسل وبين المسح وطهارته نوعان هاثان يفكد نوعان غسل ومسح ماشي غسل الرأس مسح الرأس الأذنين ماشي سردة وهكذا ولا إلا تقال أي ريذل أنت قال ذل المسح فقط هذا سعدد كان فوس مثل تفضى مني فاسكت سرح ذي ومني أتمسح في العضو المطلوب فالمسح في الرأس والأذنين من بعد والغسل فيما عداهما يفكت خلاصة مركزة أي يعني المسح ذكرون الرأس أو ذي مزاق الفقية سلة وأحكامه ثلاثة أنواع بعد شوف الطريقة المنهجية يخدم عبد الوهاب البغدادي إند وأحكامه لأن ثلاثة الصناف ثلاثة أنواع إلا فرض سنة فضيلة الفروض لن ستة إدينا سلاجي إدينا ذا الإضافة على كل حال إند النية تمزورف إنما الأعمال بالنيات النية تفيد التمييز وتفيد الحسم النية ساسين الأمور الأمر مزورو الحسم ثنوضة الظلم حسمت في المسألة ثنوضة الزمر ثريون أكيني أزكى أضو الزمر يخدم النية حسم المسألة يقيم أضو الزمر غرص الزمر بعد سيني أضو الزمر مفهوم ذي النية طيب أدخل ما قيام الليل وخدم غارة ميلنا ثقوى النية يفرات يرس ديمانيس يرس ضرب سبحانه أذكر قبل الفجر هذا يخدم القيام صافي النية اللي تفيد الحسم والجزم بنادم تيفرو يرس ضربي يرس ديمانيس إلى المعنى والسين النية التمييز شو المعنى التمييز التمييز بين العبادات والعادات من جهة والتمييز بين العبادات فيما بينها شو المعنى يس ثلاثة هرذا إزمري ونذروا هذه السيرد ورسالة النية الوضوء يبغى تزدي سنية تزدي هل ترى إزمري ذي الظالم بعد ورزمير لا خطر يغلى الوضوء غسل ما يسترد كل أعضاء إنس يسترد يفاثني يفاسنيس يمزاغيس وذنيس يضارنيس ولكن رسالة النية صافي لا يصح بهذا التطهير بهذا الغسل لا يصح لا تصح به الصلاة أي غير خطر ينوالا ما ليس عن نية الوضوء إذا غادي يخدم نية الوضوء ماشي المسيد هنا سيميس داخل بوليس كان أذي ينوي بلي أذي الوضوء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ذا شو فرق النية العبادة أو كذ المعاملة نغذ العادة نترذى هذيك الصبح بلاد ما يصير ذا أقاذوميس ذا العادة ذا المعاملة أن سيري ذي من نظ ولكن ميلا نوى الوضوء يسعى الشرطينس والفرض مزورو ذا النية ذا النية تميز بين العبادة فيما بينها يونا ذي الزال طهر كذ العصر طهر أربع ركعات العصر أربع ركعات ما الذي يميز بينهما النية التفضيون أنت الزلالك أذي غرم تظلف أذي خدم النية نية قضاء صلاة الظهر أم بعد أذي خدم نية قضاء صلاة العصر يونا ذي الزال رمضان وذي الزال أذي يزوم رمضان وذي يزوم شوال
صبر اش الفرق نجالس ذنية يونا ذيوزون الفرض وايضا يخدم القضاء اذي غرم والسنكتشا سالعذر ربي مدينة سورة البقرة فعدة من أيام أخر إلا يظن يومين أو ثلاث أيام في رمضان إيتشا خطر يظن يهلك يسوى الدواء وكذا بعد العيد يحلى ربي سيقرا تزومض أتغرمض والسني صافي ميكوزان النيايس باش هذا يغرم ماشي ذي النافلة ما نظم عرفات سنيا عرفات يعني صيام نافلة ولكن عرفت هذيك الشيء من تورد الزال الجامع الزال ركعتين تحية المسجد كني قرأ ابن عرفة لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف صافي إمدي شمغ الجامع هذي الزال ركعتين تقسم نافلة ذات سبب النوافل لنت أنواع منها النوافل ذوات السبب يون يغلظ هذه صلى ركعتي الوضوء ما يبغى يسمس ثقي ركعتي الوضوء سبب يمثل غلظ في أوقات الحل ماشي بعد العصر خاطئ يعني في أوقات الحل حل النافلة ذا يشم الجامع بنية المكوث ماشي بنية العبور فرميون يخدم ذي الجامعة ذا خدام ماشي بيقفغ يكشم ذي الظل ركعتين خاطي هذا فيه حرج ولكن ما إلا يون يكشم السنية باش هذه قيمة ذي رجوة الظليف ما كذا ذينا إلها ذي الظل ركعتين تحية المسجد لكي ذا ذي النافلة ماشي ذي الفرض ذي النافلة أي رضي واوك الأمثلة يجي باش هذا نظر النية هذه اللي يونديون يحج ديمانيس أسقوا سوايضا دي حج إفافاس نغي الناس يقموثن نغي قوظن وزميرنا دي حجين ذا شو الفرق هي الحجة مزور الحج ويسين الحجة مزور ويمانيس الحج ويسين ينواث إفافاس صافي النية طولة في اللاس أخطر ذن سثي الصح ذن الفرض مزورو يرنا ربي سبحانه يتسكل جرد القرآن على النية الحسنة مرثين النية لله أي غدنا ربي القرآن في سورة الكهف الآية ثان جاروث الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في سورة الأنعام الآية 162 ربي ند قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل شيء يا ربي باش النية سبع ذي النية ربي تكل جر ذا القرآن طيب يهضرد الفرائض تقاد يوكي ذي النية سمزور وذم غسل الوجه غسل اليدين المذ المرفقين مسح الرأس تقاد يوكي أعضاء قرآنية أعضاء قرآنية وردت في القرآن غسل الرجلين إلى آخره من بعد وما به يفعل ذلك سوى شو وهو الماء المطلق وطبعا ذاقي الإمام وديف ذرالة ذاغ الموالات أكذ الدلك خطر في الفقه المالكي الموالات ما معنى الموالات أثناء في كتاب الرسالة ذكره ابن أبي زيد القيرواني المختصر الفقهي للشيخ خليل وغيرهم من العلماء ذرندك الأركان كذا الفرائض كي الموالات بعد ملاقات ذي طول يالعضو ضوايض ماشي مثلا هذه السير ذو ذميس بعد ذي قيم 10 دقائق نغا 20 دقيقة باش هذه كملين النظم إلى قليلي الموالات وذ فيروا ثورة ما إلى السير الصروبيني حنفية كفانا حبس وامان صروح ذي هنا الضبرضمان ذينا كان عادي تعوذرة خطر الفاصل الزمني قصير وثعطل ضارة مما ثعطل صافي لقد عوضض سي البداية سي تزولة كذلك الدلك
يعني الدلك ولكن في الأعضاء المغسولة ماشي الممسوحة. بنادم مري يسير في أفوسيس نغوذميس دلك سفوس هكا يدلك دغا أفوس يفوس سفوس الظلمات. الدلك كي مطلوب ولكن بلا إسراف بلا غلو، خاطر لو كان بنادم يتجاوز الحد المعقول هذا سيغال الوسواس، هذا سيغال غطان، سيغال الهلاك. من بعد مدينة وهو الماء المطلق، الماء المطلق ذا شوف ذا مان بلا قيد ولا إضافة. أين من سما أمان ذو قذقي إقص الحن العبادة إقص الحن العادة غير المعاملة أدوال الغرس بعد حين. وسننه سبع، ثريف ذرد الفرائض، ثريف ذرد يروح السنن. ذا شو المعنى السنة؟ السنة أمر نبوي واظب عليه، يعني ذا الأمر نبوي يخدمي نتي ذا الأمر ويخدمي ثطاس، يعني شغل زمديني أمر نبوي مؤكد بتأكيد أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله المتكررة باش نفرقه بينه وبين الفضيلة. الفضيلة لا، أمر نبوي بلا تأكيد، نفرق بين السنة والفضيلة. السنة أمر نبوي بتأكيد يؤكد في الله النبي صلى الله عليه وسلم يخدميه كثيرا، ولكن الفضيلة خاطئ، أمر نبوي بلا تأكيد ثورنا وضرورس ثورة ذي السنن إند ثارثة أفوس أقفل أثيسك الشم ذي الطاس ذي الإناء ثورة مضروبين حواج ضارة مباشرة أثير ذي فسنيك سيروبيني. ولكن ميلة الطاس ذي الإناء ورجرال غفوسي كالدخل المسر ثلاثة ثكال يعني إفاسنيك قبل أتيرض أردخل الإناء. من بعد ويسين المضمضة جيمي وكموش وثلاثة الاستنشاق يعني بنزارن وإلى آخره. ودي كنت ذريتين على كل حال كلها سنن. أنروح مباشرة إفذر دمين بالترتيب، مراعاة الترتيب، الترتيب ديال الأعضاء وذفروا إما إلا يون يخولف الوضوء ينسي صحة، ما يخولف يزوار يون العضو قبل وايض لكيثورة نسعي كل حرص باش منغ الوضوء إذن ذي فاسان أم بعد ذيمي لقموش أم بعد ذنزاران أم بعد ذوذام أكا أم بعد ذافو سيفوس من بعد ذا فوساز الماض من بعد ذا قرو من بعد يمزغ من بعد يضر إما إلا يوني خلضيثن يزوال وانا يجوز يعني الوضوء ينسي صحة. ولكن تجد السنة خطا النبي عليه الصلاة والسلام إنك كررها يعاود شحال تكال يخدمي تزداد الغاشي تزداد الجماعة كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يبدو اللوظو زاد الصحابة اسمي فوكي ند هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكيث ولا يتغلوظو أكيث ولا يتغلوظو. والفضائل ينس أنا كدنا الفضيلة أمر نبوي ولكن بلا تأكيد. مثلا السواك استعمال السواك، التسمية دين بسم الله مدري ضرب بسم الله عادي مثلا، التكرار نية المرتين والثلاث خطر، المرة الأولى سنة، المرة الثانية والثالثة تجي فضيلتان. الفضيلة استقبال القبلة فريون مريا غلوظو يلها استقبال القبلة ولكن ماشي شرط تجي هذه كلها فضائل. من بعد ثورة نروح
نكمل دي باب المياه مباشرة نشم دي باب المياه أو كذ الأحكام متعلقة به بالماء. الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير. أمان أماكن السلام الآية ربي سميس ماء طهورا ذمام وأمنك أي ثمثن الماء الطهور بلا قيد ولا إضافة ماء مطلق. وكلمة مطلق ذكرها معظم العلماء ماء مطلق سواء في المدرسة المالكية أو في المدارس الأخرى. إنه أينكم سما ضمان ومسما مدن أمان أمان بدون قيد ولا إضافة. يعني شو المعنى إيس هطر زمرضة دينيض أمان خلظن يخلظن أكذيغي صافي راك درت إضافة أمان يخلظن أكذيغي نغ أيفكي نغ ثمنت أينك ثمنت ثلها يغيلها غيفكي لها ولكن ما تخلطك ذوامان وغن ومن نور صليح نارا العبادة غسلهان ولكن ونزمير راس نسمي ماء وإلى درنوط زيادة أدينيض ماء خليط باللبن ماء أضيف إليه عسل. إذن لم يعد هذا الماء مطلقا فصار يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. إما إلا أمان خلضنا كذيغي السر ذي السلح والإيجوز خذ مثني الطجرة الزمور في جوز في ثقل المعاملات العادة ولكن العبادة خاطئ. لذلك باشو دينا صاحب الكتاب التلقين القاضي عبد الوهاب الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير تزدي أكيد دي خلق ربي ومن على اختلاف صفاتها من سماء ذمن غنوان يعني مياه الأمطار أو بحر أو أرض أو بحر تفض أمان ذي العنصر يفقد سقذرار ذمن البحر ذمن بوسيف أو نهر أو عين ذمن مكادنغ العنصر. أما ذمن يسعان الملح نغ ماء عذب وذاكي ذاق الفقهاء عموما والقاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين يفذر ثمسة تينيك أمان يزمر أدفغن سي العنصر مرد الحون ذو قوكال أد الحون ذو قوكال أدفن الكبريت نغدفن النحاس نغدع الدين فمكان يسعان الملح كل شيء طبيعي. أهل ترى أمانك يصلح للوضوء؟ الجواب نعم. أي غر خطر عدان في شيء طبيعي الملحني نغل كبريتني نغل نحاسني ذيني قلن دو قوكال ذيني قلن دو قوكال إمي أمان عدان فلاس بوند شوية الخصائص ينس خصائص لي كاركتيريستيك بوم من الملحني نغل نحاسني نغل. هل أماناكي ورسل حنارة الوضوء؟ لا. هذه الصفات لا تفقد الماء الطهور ينس يبقى على أصله طاهر مطهر. إذنيث مثلا أنوي ذمان الماء المطلق يوك ذمانكي إذننا أما مياه الأمطار أما اللهوة مياه البحار غس عن الملح صلح الوضوء إلى عبادة أمان يعني البحر مياه الأنهار زمن السفن مياه الآبار زمن الفيور مياه العيون العوانصر إلى آخر. أولى ذنذا ذنذا زركان مدى الصد مذكر الصباح
أتسلحو ذاك ذي الغافان وذي الخلا أتفض تشور تجور سعان تنذى أولا ذنذاني تصلح الوضو أتغذ الوضو ارتجرى مباشرة أتخم ذاك فاسنيك أدد الوامان صلحا الوضو. من بعد شد هنا القاضي عبد الوهاب إناد إلا ما تغيرت أوصافه أمان ومثل الدل صفة من صفاته هي التي هي اللون والطعم والريح إما ذي لا كولور أتبدل سمحيي ما إلا أمان يخلط أكذ المادة النظام أتبدل لا كولورينس أتبدل صافي هورس لي حرام العبادة النغ الطعم متعرض ثورة يمكن أن يغل الوضوء استقرعت أنت غرص دائما أثيف ذي القازوز هو لا يصح بضغمك بلسيميس أذي يفهم باللي واقي ذي القازوز ماشي دائما أذغسي نور الصليحة واقي الوضوء نغ الريح سراحا ميلا أمان تبدل الريحايس سعن الريحة واللي هي وراء ورس اللي حراء من بعد الخاتمة شو دينا فالمطلق كأنه خلاصة فالمطلق أي الماء المطلق ما لم يتغير أحد أوصافه والمضاف نقيض المطلق نقيض المطلق المضاف ما كدنا أينما نرنو حاجة النظام وهو ما تغيرت أوصافه أو أحدهما وبعدين وهو على ضربين الإضافة أني يند على ضربين مضاف نجس أمان ما تسوخ الظن سنجسة أولا تسوخ الظن صافو وصلحنا للوضوء ثانيا النجسة والحكم ينتقل بين الأمرين من هذا إلى ذاك إلى الماء ومضاف طاهر أما كدنات سامنت نغ ذيفكي نغ ذيغي وقي مضاف طاهر ولكن يصلح للعباد للعادة ولا يصلح للعبادة والله ولي التوفيق في مليث إن شاء الله ذي المجلس القادم إرادة ربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.